السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب في البداية إن أنا أرحب بالسادة الحضور وأرحب بالدكتورة هبة محمد مصطفى. طبعا الدكتورة هبة حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال في السبلاي تشين من الأكاديمية العربية للعلوم والبحرية، ودكتوراه في ديجيتال ترانسفورميشن امباكت اون سبلاي تشين مانجمنت من جامعة القاهرة، وهي خبرة 17 سنة في مجال السبلاي تشين. وإن شاء الله النهاردة هتقدم لنا محاضرة في السبلاي تشين هتتكلم فيها عن الام ار بي ماتيريال ريكويرمنت بلاننج، وإن شاء الله محاضرة موفقة بإذن الله. تفضل يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك، وصلت طيبين وإن شاء الله مش هنطول عليك عشان عارفة رمضان الصيام. هي محاضرة النهاردة مهمة جدا، هي للناس اللي شغالين في التخطيط. كل حد فينا بيخطط لحياته، طبعا حتى لو عايز تنزل تروح مشوار من البيت لمكان بعيد شوية بتبتدي تحسب هياخد مني وقت قد إيه، وتبتدي طبعا تتحرك قبليها وتعمل حساب وقت اللي هتلبس فيه وتجهز فيه وتجهز عربيتك وتركب وتوصل. كل ده بيخش تحت بند التخطيط. نفس القصه دي بنعملها طبعا في شغلنا. اي حد بيروح الشغل كل يوم الصبح عارف هيعمل ايه، بيخطط يومه هيمشي ازاي. طب انا لو شغاله في مصنع بنتج منتجات معينه، المنتجات اللي انا بنتجها دي طبعا محتاجه رو ماتيريالز، محتاجه مواد خام او مواد اوليه. من هنا جت كلمة Material Requirement Planning أو الـ MRP. أنا محتاجة أنتج إيه؟ فبالتالي هبتدي أشوف كل حاجة، إيه الكومبوننت اللي داخلة فيها؟ وأشوف إيه الماتيريالز اللي أنا محتاجاها علشان أنتجها. في رسمة قدامنا هي هتبان شوية مش مفهومة في الأول، إن شاء الله بعد الشرح هنفهم إحنا قصدنا منها إيه. طيب الـ MRP زي ما أنا قلت، أنا بشوف أنا احتياجاتي إيه من الخامات. خلينا نبتدي واحدة واحدة من السلايد اللي بعديه والدنيا هتوضح بعد كده. ام ار بي دلوقتي زي ما بنقول هي بتجاوب لي على 3 أسئلة أساسية: وات از نيدد، محتاجة ايه بالظبط، هاو ماتش از نيدد، محتاجة قد ايه من كل حاجة، وين از نيدد، هجيبها امتى. دي 3 أسئلة الأساسية اللي أنا بجاوب فيها في الام ار بي بتاعتي. طب ايه الفايدة من إن أنا أعمل الام ار بي دي؟ هي هتفيدني في كذا حاجة. أول حاجة هتخليني أقلل الشورتج، يعني لما أجي أدخل أنتج حاجة ما يبقاش عندي شورتج، تبقى كل الخامات بتاعتي متاحة في الوقت اللي أنا محتاجاها فيها. تاني حاجة هتديني achievable work plan، يعني هحط خطة أعرف أفلفل الخطة دي، مش مجرد حطيت خطة وبعد كده مش هقدر أوفيها. هتديني real time أو job status report، انا وانا بعمل الحاجه انا عارف فعلا عندي ايه وفي ايه، في شورتج او ايه جاي امتى وايه هيوصل لي امتى وايه هينتجه امتى وهيطلع جاهز امتى للبيع. رابع حاجه بتديني انتجريتد كومباني داتا، انا بستخدم كل الداتا اللي عندي في الشركه من كل الادارات علشان اقدر اعمل الام ار بي دي. طب هي بتتعمل ازاي اصلا بقى؟ او هي عشان اعمل الام ار بي دي محتاجه انبوتس، والانبوتس دي لما هتدخل الام ار بي هيطلع لي منها اوتبوتس. اهم حاجه في الام ار بي ان انا اعرف البيل اوف ماتيريال. يعني ايه البيل اوف ماتيريال؟ الناس اللي شغالين في قطاع الادويه والصناعه عامه عارفين البيل اوف ماتيريال هي ليستة الانجريدينتس، ليستة المكونات اللي انا هحتاجها علشان انتج حاجه معينه. تاني حاجة محتاجة أعرفها الـ on hand inventory، يعني عايزة أعرف إيه المتاح تحت إيدي فعليا في المخازن من اللي أنا عايزة أنتجه من المواد الخام اللي أنا هستخدمها. التالت حاجة مهمة أعرفها الـ expected receipt، يعني إيه expected receipt؟ يعني أنا already عاملة أوردرات بحاجات ماتيريال تجيلي لكن لسه ما استخدمتهاش فعليا، فدي بسميها outstanding purchase order أو expected ريسيت، لازم ابقى عارفه متوقعه توصل لي امتى. بعد كده الحاجه المهمه معايا برضو بعرف الباستا برودكشن سكيدول، يعني الجدول اللي بعمله عشان انتج دي انتج ايه امتى. اخر حاجه مهمه اعرفها الليد تايم انفورميشن، بمعنى لو طلبت حاجه زي طلبت مثلا ايتم معين هيوصل لي خلال قد ايه، من وانس ان انا حطيت الاوردر بعت اوردر للسبلاير لحد ما السلم فعلي في المخزن عندي لازم اعرف الوقت ده هيبقى قد ايه بالظبط. كل المعلومات دي الانبوت بتاعت الام ار بي، يعني
عشان اعرف اخطط كويس للماتيريال اللي انا محتاجها. الصوره دي هتوضحها لي بشكل اكتر. اهي انا عندي هنا الام ار بي انبوتس اللي هي بحتاج الاوردر فور الاوردرز، بحتاج السيلز فوركاست، ده اللي بعمل منها الماستر سكيدول اللي هي هنتج ايه. تاني حاجه بحتاجها البيل اوف ماتيريال، دي اللي هتوضح لي الانجريدينتس والمكونات والكميات لكل حاجه. بعد كده عندي الريسيت، الحاجه هستلمها امتى، والويزدرولز. انا عندي هنا انفنتوري طبعا طول اليوم، حاجات داخله وحاجات خارجه، حاجات بنستلم ونصرف للانتاج. ايه كل ده بسميه الام ار بي انبوتس. هيخشوا لي هنا في الام ار بي كمبيوتر بروجرام، استخدم برنامج، حتى لو ما عنديش برنامج سوفت وير على الاقل هستخدم اكسل شيت، هيقول لي هعمل ايه. اوكي هيحسب لي الكميات فعلا اللي انا محتاجاها ومحتاجاها امتى. وانس خلصت القصه دي هيطلع لي اوتبوت. ايه بقى الاوتبوت بتاعت الام ار بي؟ عمل طول الوقت بتغير فيها على اساس الريسيتس والويزدروز اللي بستخدمه واللي بصرفه واللي جاي لي في السكه. بعمل اوردر ريليز، لو انا عايزه اطلع بيشنت اوردر هعرف هطلعه امتى ومنين وبقد ايه. بلاند اوردر سكيدول، بقدر اعمل سكيدول للفتره اللي جايه. ده بسميه الثلاثه دولت كده برايمري ريبورتس، دول مهمين جدا. تاني كاتيجوري بيطلع لي سكندري ريبورت اللي هو ايه؟ اكسبشن ريبورت. لو انا بعد اشتغل بيبتدي طول النهار طبعا مش كل حاجه بتمشي زي ما احنا خططناها، في حاجات كده بتيجي باي لك او في حاجات بتيجي مفاجاه، فدي بعمل لها اكسبشن ريبورت. بعمل البلاننج ريبورت اللي هو هشتغل ازاي الفتره اللي انا فيها او الفتره الجايه. تالت حاجه البرفورمانس كنترول ريبورت عشان طبعا مينيمايز التشينجز في الخطه قد ما بقدر، مش كل شويه هقدر اغير في الخطه بتاعتي. تالت حاجه مهمه الانفنتوري ترانزاكشنز، الترانزاكشنز بتطلع الانفنتوري، استعمالات مواد خام جديده والصرف اللي بيحصل للانتاج، بس كميات تخش تاني في الانتاج. طيب هنا عايزه اتكلم بقى عن الماستر برودكشنز كده اللي احنا قلنا عليه. ده الاوتبوت اللي هيطلع لي، هو عباره عن تايم فيز بيوريني هاو ميني وين الكمباني ممكن تنتج حاجه معينه. بمعنى انا هخطط دلوقتي، خططت الخامات اللي انا محتاجاها، طب هحط خطه انتاج الخامات دي عشان احولها للفينشت برودكتس اللي الكاستمر عايزها. قلنا دايما انا بنتج بس الحاجه اللي الكاستمر محتاجها، مش عايزه اعمل اكسس او اعمل ايتمز هو اصلا الكاستمر مش عايزني. انا في الاخر هدفي اني ابيع، مش هنتج حاجه غير انا متاكده ان الكاستمر هيشتريها. فبالتالي بعمل بلان للانتاج نفسه في الفترات اللي الكاستمر بيحتاجها علشان اوفي متطلباته. بحتاج اعمل حاجه اسمها اجريجيت بلان، هنشرحه ان شاء الله في محاضره لوحدها يعني ايه اجريجيت بلان وازاي بيتعمل. هو عباره عن برودكت جروبس، يعني انا عندي جروبس كده من برودكتس، هحدد انا عايزه هستخدم مثلا مكيفات مثلا هستخدم دي برودكتس. بعد كده بعمل الام بي اس اللي هي الماتيريال برودكشن سكيدول، سبيسيفيك ايتمز بقى من كل حاجه قد ايه. لو انا مثلا هقول بنتج مكيفات يبقى مثلا هنا اقول لا عايزه مكيف 1.5 حصان، 3 حصان، 5 حصان وهكذا. اوكي طيب ايه بقى الماستر برودكشن سكيدول دي؟ هي هدفها ايه؟ اللي بتقولي هنتج من كل حاجه السبيسيفيك بتاعتها قد ايه. يعني لو انا هعمل مكيفات زي ما قلت هعمل من ال3 حصان كميه قد ايه، من ال1.5 حصان قد ايه، ده بيزد على ايه؟ بيزد على احتياجات العميل طبعا. طيب تاني حاجه بعد كده وانس اني قررت هنتج ايه من كل حاجه، لازم ابقى عارف ان ده الفعلي اللي انا هنتجه، ده مش فوركاست، ده الفعلي اللي انا هنتجه. اوكي تالت حاجه لازم اعرفها ان ده لازم يكون متوافق مع الاجريجيت برودكشن بلان. يعني انا ما احطش بلان للانتاج وبعد كده بدخل حاجه لا، لازم تكون متوافقه جدا معاها. وقبل ما انفذ طبعا مهم ان انا يكون متاكده ان انا فعلا اقدر احقق الخطه دي، مش بس ان انا الماتيريال جبتها، لا ان انا عندي الكباسيتي بتاعتي تسمح لي اني انتج الكميات اللي انا خططت انتجها. تمام هنقول بس مثال، لو انا دلوقتي انا هقول مثلا انا في شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، انا كده مثلا هاخد اخر 3 شهور في السنه،
ده كده بير مانث، بير ويك ده الاسبوع ال 41 في السنه، الاسبوع ال 42، ال 43، كل شهر طبعا متقسم 4 اسابيع زي ما احنا شايفين. البرودكت هنا دي الجروب برودكتس بتاعتي، هبتدي قسمتها. انا عندي تراي سايكلز ويجون سكوترز، الشركه دي بتنتج سكوترات وعجل كده تمام. هتقول انا عندي في الاسبوع ال 41 انا محتاجه انتج 300 عجله، وفي الاسبوع نفس الاسبوع هنتج 300 ويجون، لكن مش هنتج سكوترز خالص في الاسبوع ده. وفي تاني اسبوع من الشهر عايزه انتج 300 من التراي سايكل و 300 من السكوتر. الاسبوع الثالث هحتاج 300 و 300، وهنا مفيش. الاسبوع الرابع هنا 300، هنا مفيش، هنا 300، مجموعهم هنا كله 2400. نفس القصه عملناها في نوفمبر، نفس القصه في ديسمبر. خد بالنا من هنا ان تقريبا الكميات متشابهه، 2400 2400 2000، ده التوتال بتاع الجروب، البرودكت جروب بتاعي. من كل ايتم ايه هي متفصله بالتفصيل جوه الشهر جوه الاسبوع، كل اسبوع هنتج ايه. اكيد هنا الكميات اللي احنا خدنا بالها قريبه قوي من بعض، 2400 2400 2000. ليه 2000؟ في شركات كتير بتحب تنهي السنه، ما تحبش تعلي الستوك علشان ما تخصمش من الارباح بتاعتها طبعا. ما قلناش مثلا هنا 5 7 10 ولا 20 30 50، لا هو كلهم متشابهين. ليه؟ عشان ده الكباس بتاعتنا بتاعت الشركه. قسمتها على ايه؟ قسمت حسب الكباستي، يعني هنا في الاسبوع ده انتجت 600، في الاسبوع ده 600 توتال، هنا 600، هي الكباستي بتاعتها في الاسبوع تنتج 600 وحده بغض النظر هي ايه بالظبط. وضحت الفكره؟ طيب ممكن هتوضح بعد كده في حاجات تانية. في مثال تاني هنا، احنا قلنا ان انا عايز دلوقتي هنتج امبليفايرز، قلت ان انا في يناير محتاجه 1500 امبليفاير، وفبراير عايزه 1200 امبليفاير. هقسمهم اول حاجه بعد دي اسمها اجريجيت برودكشن بلان، اللي انا بحطها على خطه الشهر بالكامل. هبتدي اقسمها اقطعها لاسابيع، الاسبوع الاول في السنه، الثاني، الثالث، وهكذا. طيب هنا قلت ان انا هبتدي اقسمها بقى جروبس. انا عايزه من الامبليفاير اللي هو 240 واط عايزه منه 100 في اول اسبوع، ومن الامبليفاير ال 150 واط هحتاج منه 500 في ثاني اسبوع، ومن ال 75 هحتاج منه في ثالث اسبوع 300، وهرجع احتاج برضو من ال 240 وهكذا. يبقى انا قسمت احتياجاتي دي برودكشن بلان بتاعتي، هنتج ايه في الشهر يناير بالاسابيع. اوكي، يعني هنا انتجت في اول اسبوع 100 واحده بس، هنا 500، هنا 400، هنا 500. هنا في تفاوت في الانتاج. ليه؟ عشان انا مش هينفع ابني ستوك والعميل مش عايزه، فكده خساره على الشركه. هنا في فبراير عملت نفس القصه برضه، 100 450 100 100 450. طب خلينا نخش نشوف بقى عشان انتج الكلام ده انا محتاج ايه. احنا قلنا محتاجه البيل اوف ماتيريال. البيل اوف ماتيريال هي عباره عن لسه بالكومبوننت او الانجريدينتس او الماتيريالز اللي انا محتاجاها. دي بتديني حاجه اسمها البرودكت ستراكشر، هي شجره المنتج. ايه شجره المنتج دي؟ هي عباره عن حاجتين، الحاجات اللي فوق بسميها البيرنتس او الاباء، والحاجات اللي تحتها بسميها التشيلدرن او الابناء. هنوضحها في المثال الجاي ده. لو انا مثلا عايزه اصنع كرسي خشب، ده كده كرسي هو ده الفينش برودكت بتاعي كرسي. طب ايه الاسمبل دايجرام اللي فوق ده؟ انا عايزه الفرونت ليجز، الكراسي الرجلين اللي قدام دي، محتاجه اثنين بارات طويله، اثنين عمودين، ومحتاجه كروس بار تمسكهم مع بعض. محتاجه ده السيت القعده، محتاجة الباك، الظهر عبارة عن عمودين كبار مقصومين من الأرض، وباك سبورت تلات قطع تدعم الظهر، وعندي برضو كروس بار ورا أهو. أوكي، يبقى دي كل المكونات اللي أنا محتاجاها. لو هقسمها بقى أعملها بقى البرودكت ستراكشر تري، شجرة المنتج. هنا عندي في الليج أسمبلي عشان أعمل الليج بس، محتاجة تو ليجز وواحد كروس بار، ومحتاجة السيت، ومحتاجة في الباك برضو عندي التو سايد ريلز اللي هما الاثنين طوال دول، ومحتاجه الكروس بار اللي في الظهر، ومحتاجه ثلاثه سبورت. يبقى ده عشان انتج كرسي واحد محتاجه من كل ايتمز ايه؟
محتاجة 2 رجول أمامية، 2 رجول خلفية، محتاجة 1 سيت. لا، عشان بقى أقول أنا عايزة أعمل 50 كرسي، يبقى هضرب كل حاجة بدول في 50 عشان أعرف النت ريكوايرمنت بتاعتي إيه. وضحت الفكرة؟ طيب هنقول على مثال. كنا بنتكلم دلوقتي على البيل اوف ماتيريال، وبندي اكزامبل لكده. لو انا بصنع امبليفاير، بشوف ايه الكومبوننت بتاعته عشان ابتدي اجهزها للانتاج. زي ما احنا شايفين قدامنا على السلايد، انا دلوقتي عايز اعمل 50 بوكس من السبيكر دوت. فعشان اصنع الخمسين واحدة هحتاج ليهم قد ايه؟ ممكن حاجة بس تقلب تجيبي السلايد اللي بعدها. هنا ابتدى يجهز يجزئها لي، يقول لي انا هحتاج من بارت 2، من لكل امبليفاير عايز من بارت 2 وحدتين، من بارت سي عايز لكل واحدة 3، من بارت دي عايز 3 برضو، ومن بارت اي عايز 2، ومن بارت اف عايز 2 كمان، ومن بارت جي محتاج 1. يبقى كل واحدة قدامها كذا. فابتدي مثلا هنا من بارت بي محتاج 2 في الخمسين اللي انا عايزة اعملهم، فكده محتاجة 2 من بي. بارت سي عايزة 3 في الخمسين، يعني عايزة 150، وهكذا. معلش انا عارفة الدنيا صيام والارقام ممكن تلخبط شوية، بس هي عبارة ان انا بشوف انا كل يونت محتاجة ايه من الانجريدينت اللي جواها. اوكي، وبعد كده ابتدي اضربها في عدد اليونتس اللي انا محتاجة اصنعها. ممكن تبصوا عليها تاني بعد الفطار، ممكن يعني تتفهم احسن شويه. انا بشوف كل يونت محتاجه قد ايه من كل كومبوننتس اللي فيها، وابتدي اشوف كل كومبوننتس، يعني كل يعني مثلا هنا مثلا انا محتاجه خمس حاجات اهمت، كل واحده فيهم عايز منها واحده او اثنين او ثلاثه، وابتدي اضربها في اجمالي الوحدات اللي انا محتاجه انتجها. لو هنروح للي بعد كده، بس محتاجه اوضح حاجه السلايد اللي بعد كده. هنتكلم على حاجة اسمها lead time. ايوه، lead time يعني ايه؟ lead time هي الوقت اللي انا محتاجاه، سواء عشان اشتري او انتج او حتى اجمع. لو انا مصنع مش بينتج لكن مجرد بس بيجمع، طب ايه بقى lead time بتاع البرودكشن؟ هو الوقت اللي انا محتاجاه من اول ما حطيت الاوردر بتاع البرودكشن لحد ما سحبت الماتيريال وصنعتها وانتجتها وعملت عليها تشيك كواليتي تشيك بتاعها، لحد ما خلاص بقت جاهزه انها تتباع. يبقى ده الليد تايم بتاع البرودكشن. وفي عندي الليد تايم للبرشيزنج، لو انا لسه هشتري الخامات، يبقى هو الليد تايم دوت هو من وقت ما انا بعت من وقت ما انا ادركت ان عندي شورتج او ان انا محتاجه ايتم معين الام ار بي، وابتديت اطلع اوردر للسبلاير لحد ما استلمت الاوردر وبقى جاهز فعلا للتصنيع. يبقى انا دلوقتي عندي نوعين من الليد تايم، ليد تايم للبرودكشن وليد تايم للبرشيز. بجمع الاثنين على بعض طبعا علشان اعرف الماتيريال هتكون جاهزه عندي امتى ككميه وكانتاج. طيب نرجع تاني ازاي بعمل بقى البرودكت ستراكشر. زي ما كنا اتكلمنا قبل كده السلايد اللي قبليها عن الامبليفاير ازاي بصنعه، احنا هناخد نفس المثال. هو احنا قلنا الامبليفاير كان محتاج من الكومبوننتس A و B و C و D و E و F و G و D. طيب كل كومبوننتس من ده بيحتاج لتصنيعه برضو lead time. فلو انا بصيت هنا، انا عشان اصنع كومبوننت A اللي هو على اليمين ده محتاجة اسبوع، لكن عشان اصنع B محتاجة اسبوعين في الانتاج، و C محتاج اسبوع. انا بعمل كده باك، برجع بظهري بشوف كل واحد بيحتاج قد ايه. في الاخر انا عرفت كل واحد اخذ قد ايه من اول كومبوننت لاخر كومبوننت، انا محتاجه كده 8 اسابيع. لو هنبتدي بقى بالعكس من الشمال لليمين، فروم 1 ل 3 ده عشان محتاجه 2 ويكس عشان انتج كومبوننت جي، ومحتاجه عشان انتج كومبوننت دي محتاجه اسبوع. لكن الاتنين دول لازم يكونوا مع بعض بيخشوا في انتاج اف، عشان كده انا انتجت جي في الاسبوع الاول لانه بياخد اسبوعين ليد تايم في البرودكشن، وانتجت دي في الاسبوع الثاني لانه بياخد اسبوع في البرودكشن. بعد ما جي ودي على اليمين اهو بقى جي ودي جاهزين عندي، هيتخشوا في انتاج اف، واف ده هياخد معايا 3 اسابيع. فوق اف على طول اي بتاخد اسبوعين،
فابتدي انتاجهم في الاسبوع الرابع. اي واف هيتخشوا هما الاثنين في تصنيع سي اللي هياخد هو كمان اسبوع، وهكذا. يبقى انا برجع من الاخر للاول، بعد كده اشوف هبتدي انتاج امتى. قلنا ان انا محتاجه 8 اسابيع، فهبتدي انتاجي من الاسبوع الاول علشان الامبليفاير ده يبقى يكون جاهز معايا في الاسبوع الثاني. وضحت؟ حد عنده اي سؤال في الحته دي؟ ايه، احنا اتكلمنا دلوقتي على الانبوت بتاعه الام ار بي، ايه الحاجات اللي انا محتاجاها احتاجتها عشان اعمل الام ار بي. احنا قلنا اهم حاجه فيها البيلوك ماتيريال طبعا، وعشان دي تديني شجره البرودكت اللي هبتدي اعرف انا محتاجه ايه من كل كومبوننت، وكل واحد هياخد في انتاجه ايه، اللي احنا لسه شارحينه في السلايدز اللي فاتت. طيب بعد كده بيطلع لي حاجه اسمها ايه، برايمري اوتبوت بتاعي، اللي هو البلاند اوردر. اعمل اوردر للانتاج عشان ينتج الوحدات دي، اقول ابتدي انتج لي في الاسبوع الاول عشان استلم وتبقى جاهزه في الاسبوع الثامن. او محتاجه برضو اعمل بيرشز اوردر عشان الكومبوننت دي محتاجه تكون عندي. اوكي، يبقى انا دلوقتي الاوت بوت، اهم اوت تو اوت بوت عندي للبلاند اوردرز، اللي هو اوردرز البرودكشن واوردرز البرشيز. اوكي طيب بعد كده بطلع حاجه اسمها سكندري ريبورت. السلايد اللي بعديها، ان انا دلوقتي بطلع البرفورمانس كنترول ريبورت، ببتدي بقيس البرفورمانس بتاعي، هل انا زي السكيدول اللي انا حطيته ولا بياند السكيدول ولا ايه بالظبط. ابتدي عشان لو في اي ديفولت ابتدي اعالجه. الميس ديليفري اند ستوك اوتس، لو انا هل انا فولفيلد الاوردر ده في ميعاده ولا لا، انا كان عندي ستوك اوت او كان عندي حصل مشكله في البرودكشن مثلا، مكنه كانت عطلانه فحصل عندي ميس للدليفري ديت. ببتدي اعمل بلاننج ريبورت، ببتدي اطلع ريبورت ايه اللي حصل بالظبط في الوقت ده ومحتاجه احسنه ازاي. بعد كده بشوف الفيتشر ماتيريالز اللي انا محتاجاها، انا فعلا مشيت كويس دلوقتي، فهبتدي ان انا هكمل في الفتره الجايه على نفس المنوال وهكذا. ببتدي بعد كده بعمل البيرشيز كوميتمنتس. انا كنت مطلعه اوردرات بس قلت للناس ايه، مثلا ابعت لي اول دفعه دلوقتي وهاجل الدفعه الثانيه كمان شهرين. فابتدي لو انا فعلا الدنيا ماشيه معايا سموث والخطه ماشيه زي ما احنا متوقعين، فابتدي ان انا اقول للسبلاير بتوعي اوكي ابتدي اشحن لي الدفعه اللي بعدها وهكذا. دي الحاجات المهمه قوي اللي بتوفرها لي الماتيريال ريكويرمنت بلان. عشان اعمل الكلام ده بعمل حاجه اسمها الام ار بي ريكورد، اللي هي الماتيريال ريكويرمنت بلان ريكورد. زي ما احنا شايفين كده، لو انا هاخد مثلا زي ان انا هبتدي اشتغل على اول 6 اسابيع في السنه، يبقى انا دلوقتي محتاجه بقسمها كده ويكلي بالويك نمبرز. تاني حاجه ببتدي احسب الجروس ريكويرمنت. الجروس ريكويرمنت هي ايه؟ طيب الجروس ريكويرمنت هي اجمالي الكميات اللي انا محتاجاها. زي لو انا قلت ان انا عايزه اصنع الكرسي، هحتاج 50 كرسي، يبقى محتاجه من 50 قاعده و100 رجل اماميه و100 رجل خلفيه وهكذا. ده الجروس ريكويرمنت. طب ايه بقى السكيدول ريسيت؟ لو انا اوريدي عندي اوردر مفتوح، يعني طلعت اوردر للسبلاير ولسه ما استلمتوش، زي مثلا ان انا عندي اوردر ب 50 رجل، فابتدي اخصمهم من ال 100 اللي مطلوبين. مفهومه؟ ده عشان ما اكررش، ما اعمل دوبليكيشن، ما اعملش دوبليكيشن للاوردر. برضو بشوف البروجكتد اون هاند قبل ما اطلع اوردر للسبلاير، ابتدي اشوف لو في اوردرات اصلا مفتوحه كمياتها ايه، واشوف لو انا عندي اوريدي في المخزون اي كميات. لو انا مثلا عندي 20 قاعده او 30 او 5، ابتدي اخصمها من النت ريكويرمنت. يبقى وانس ان انا حطيت الجروس ريكويرمنت، ببتدي ابص على السكيدول ريسيت وابص على البروجكتد اون هاند بتاعتي واخصمهم من الجروس ريكويرمنت، يطلع لي النت ريكويرمنت اللي المفروض اطلبها. وانس عملت ده وعملت ده، ابتدي ايه، اشوف البلاند اوردر ريسيت، يعني هبتدي استلم امتى الاوردرات اللي انا طلبتها. وبعد كده ابتدي اطلع الاوردر، لو الاوردر هياخد مثلا اسبوعين او شهرين او وات ايفر الوقت اللي هيطلبه، ابتدي اطلع الاوردر قبليه. لو انا عشان استلم الكومبوننتس دي محتاجه اسبوعين، يبتدي اطلع الاوردر قبلها باسبوعين وهكذا. مش هعمل اوردر النهارده واستلم لسه كمان اسبوعين، لا، يبقى انا هعمله النهارده عشان استلم بعد اسبوعين عشان انا هحتاجه بعد اسبوعين. احنا بنكمل برضه، هي نفسها بيوضح يعني ايه النت ريكويرمنتس، هي الاكشوال اماونت نيدد ان ايتش تايم بيريد، والبراند اوردر ريسيت اللي الكوانتيتي اللي اكسبكتد ان انا هستلمها في الليد تايم اللي احنا متفقين عليه مع السبلاير. البراند اوردر ريليز اللي هو امتى هطلع الاوردر وبكميه قد ايه.
طب ممكن ناخد اكزامبل عشان نفهم شوية الموضوع عامل ازاي. السلايد اللي بعدها، لو انا عايزة اصنع شيش الشباك، شيش بتاع الشباك، محتاجة شاترز. طب كل شاتر، كل شيش محتاج 2 فريمز، ومحتاجة 4 وود سيكشنز، محتاجة 4 ارواح خشب غير ال 2 فريمز. طيب هندخل على السلايد اللي بعدها هشوف هعملها ازاي. هنا بقى انا قلت ده الماستر سكيدول فور شاترز. انا عندي هنا في الويك بتاعي الويك نمبر، هحطه الاسبوع الاول الثاني الثالث الرابع. طيب انا دلوقتي قلت ان انا عايزه في الاسبوع الرابع زي ما هو واضح هنا عايز 100، عايزه 100 شاترز، عايز 100 شيش. ابص على تحت كده، انا اول جدول من تحت كده مكتوب على الشمال شاتر ال تي اللي هي الليد تايم بتساوي 1 ويك. يبقى الشاتر ده بيحتاج 1 ويك عشان يكون موجود عشان يوصل لي. يبقى هبص قدامها هنا، انا عندي جروس ريكويرمنت 100 اوكي في الاسبوع الرابع. كده الريسيت ما عنديش اي اوردرات مفتوحه، كله زيرو اهو، ما فيش حاجه قدامها. بروجكتد اون هاند، عندي حاجه في الانفنتوري؟ لا ما فيش اي حاجه. يبقى النت ريكويرمنت هم ال 100، يعني محتاجه 100 وما عنديش منهم اي حاجه وما فيش اي اوردرات مفتوحه، فمحتاجه اطلب ال 100. طب البلاند اوردر ريسيت، يبقى هعمل اوردر بكام؟ هعمله ب 100. طب البلاند اوردر ريليز، انا قلنا محتاجه اسبوع، يبقى مش هطلبه بقى في الاسبوع الرابع. نزلت كده رجعت بخطوه لورا، لو شايفين كده في سهم بيديني خطوه لورا، احتاجه هطلبه في الاسبوع الثالث. فهمتوها؟ وحد خد باله ولا في حد تجعيد؟ طب هتوضح برضو هنا برضو في الاسبوع الثامن نفس القصه. الاسبوع الثامن عندي برضو محتاجه 150، هبص هنا محتاجه جروس ريكويرمنت برضو 150، ما عنديش ولا سكيدول ريسيت، ما عنديش اي اوردرات مفتوحه جايه في الطريق، ما عنديش برضو اون هاند انفنتوري. يبقى النت ريكويرمنت برضو 150، هطلع الاوردر بكام؟ بال 150. برضو محتاجه ليد تايم اسبوع، فهطلعه في الاسبوع السابع عشان يوصل لي في الاسبوع الثاني. ده كده الشاترز. طيب بالنسبه للفريمز، عشان اصنع الشاترز دي محتاجه فريمز زي ما اتفقنا، محتاجه ليد تايم بتاع الفريمز 2 ويكس. طيب هبتدي ابص انا عايزاهم قلنا في شهر في الاسبوع الرابع، بس اللي عندي ليد تايم اسبوعين. يبقى انا دلوقتي عندي هنا الاوردر بتاع الجروس ريكويرمنت هيكون 200 في الاسبوع الثالث اوكي. ما عنديش سكيدول ريسيت، ما عنديش بروجكتد اون هاند، فيبقى النت ريكويرمنت 200. يبقى هطلع الاوردر بكام؟ ب 200. امتى؟ رجعت بالسهم اهو خطوتين لورا اللي هما اسبوعين، هطلبه في الاسبوع الاول، هطلب في الاسبوع الاول عشان يجي لي في الاسبوع الرابع. وضحت؟ نفس القصة الأسبوع السابع برضو عايزة 300، ما عنديش ولا سكيدول ريسيت ولا بروجكتد اون هاند، فيبقى النت ريكويرمنت 300، هطلع على الأوردر ب 300. قبلها بأسبوعين رجعت خطوتين لورا من الأسبوع السابع أهوت، رجعت بقيت في الأسبوع الخامس، طلبت في الخامس عشان يجي لي في السابع. وهكذا تحت بقى قلنا اخر حته في الجدول الوود سيكشنز الليد تايم بتاعتها 1 ويك. قلنا محتاجه عشان اعمل ال 100 شيش محتاجه 400 واحد. طيب لكن بيقول لي خلي بالك انت عندك في السكيدول ريسيت عندك 70، في 70 واحد هيجي لك، فده هيبقى هيتحول هيبقى بروجكتد اون هاند، هو هيجيلك في الأسبوع الأول، فهيبقى أون هاند معاكي في الأسبوع الأول 70 أوكي. وعندك بروجكتد أون هاند في الأسبوع الثاني 70، وبروجكتد أون هاند في الأسبوع الثالث 70 كمان. يبقى الـ40 اللي فوق قسمت منها الـ70 اللي فضلت ماشية معايا دي بقت 330، يبقى النت ريكويرمنت بتاعي 330. احتاج الاوردر قبلها باسبوع، فرجعت خطوه لورا بقى 330، طلبتهم في الاسبوع الثاني. بعتها كمان تاني مره كمان، ادي جروس ريكويرمنت، انا قال لي انت محتاجه 400 وود سيكشنز، لكن خلي بالك في سكيدول ريسيت هيجيلك في الاسبوع الاول ب 70 واحده، 70 الواحده دولت دخلوا معايا في الاسبوع الاول، انا ما انتجتش حاجه في الاسبوع الاول، انا هنتج في الاسبوع الرابع. فالاسبوع الاول معايا 70، هيتخم نفس ال70 دول دخلوا معايا في الاسبوع الثاني، هما نفس ال70 دخلوا معايا في الاسبوع الثالث،
طيب ما جيت في الاسبوع الثالث انا محتاجه كام؟ محتاجه 400 ناقص 70، اما النت ريكويرمنت بتاعتي 330. عايزاهم امتى؟ هطلبها قبلها باسبوع عشان الليد تايم بتاعها اسبوع، فبقى احطه ب 330 في الاسبوع الثاني. نفس القصه برضو، عايزه الويب سيكشن دولت برضو في الاسبوع السابع، بس عايزه 600 واحد. ما عنديش ولا بروجكتد اون هاند ولا سكيدول ريسيت، فهطلب هم نفسهم ال 600. ده النت ريكويرمنت. برضو البلاند اوردر ريليز قبلها باسبوع، فهطلع الاوردر قبلها باسبوع. واضحه؟ طيب دي لو في لو ما عندناش برنامج بنعملها على الاكسل، اي اكسل شيت بيعمل ده اكسل شيت اللي قدام حضرتك. طبعا في برامج كتير بتعمل الكلام ده اوتوماتيك، بديها مجرد البيل اوف ماتيريال، واديها ال وديها الفوركاست بتاعي سيلز فوركاست، هو بقى يبتدي يبص على الستوك ويحسب ويشوف الاوردرات المفتوحه، بيعمل لك كل ده اوتوماتيك ان نو تايم ومن غير اي لخبطه ولا اي حاجه. في اغلب البرامج بتعمل كده، الاوراكل استاب، الاودو، اي برنامج المايكروسوفت اوفيس ممكن يعملها. طبعا دي برامج باكسترا فيس، فلوس يعني بنشتريها بفلوس، غير البرامج اللي نازله عندنا على الكمبيوتر. ما فيش الكلام ده، خلاص بنبتدي نستخدم الاكسل شيت. اوكي، ده لو حد كان بيسأل على السؤال. طيب في حاجة لازم نعرفها، أنا مش وانس إن حطيت الخطة خلاص أنا طمنت وهو جدول ده ماشي معايا بقية السنة أو بقية الفترة أنا خططت لها، لا بالعكس. ده كل شوية بتغير، ممكن طول ما وقت بيعدي في أوردرز كملتها خلاص فطلعت من الإنتاج عندي خلاص، في أوردرات تانية قربت تخلص، في أوردرات تانية دخلت لي سيلز، دخل لي أوردر جديد. طول النهار الموضوع ده بيتغير، الكوانتيتي بتتغير، في ديليز، في ميز للدليفري، فكل ده لازم اعمل حسابي طول ما انا ماشيه، ببص كل يوم تقريبا على او كل اسبوع حسب الورك فلو عندي وحسب الكباسيتي، ابتدي براجع الكلام ده كل فترات قريبه، لان طول الوقت في اوردرات سيلز طالب حاجات، السيلز بيبيع، في فوركاست داخله، في اوردرات مفتوحه، في ديليز، في باك اوردرز، حاجات ما كناش عملناها والحاجه وخامات جت، فابتدي انتج. والناس قالوا لي اوكي احنا ممكن نستنى، ابعت لنا الاوردرات اللي كانت باعتينها زمان وما اتحققتش. كل ده ابتدي بابديت عليه الام ار بي بتاعي. تمام، ممكن ندخل السلايد اللي بعدها. من الحاجات المهمه عشان اعمل ام ار بي صح، ان انا عندي رولز للكلام ده اسمها لوت سايزنج رولز. انا اطلب ازاي؟ في حاجه اسمها لوت فور لوت، اللي هي ال فور ال اوردرنج. ازاي؟ ايه زي ما قلنا كده في الشاترز، كل اوردر بطلب له حاجته بنفس الكميه، عايزه 400 هطلب ال 400، عايزه 200 هطلب 200. دي فايدتها ايه؟ طبعا فايدتها ان انا بتخليش عندي انفنتوري، فبالتالي ما بستهلكش فيه فلوس كتير، فلوسي ممكن استثمرها في حاجه تانية. لكن هي في نفس الوقت انا عندي فاريبل اوردرز كوانتيتيز، يعني ممكن حد يطلب مره 200 مره 400، فهي بتادجست معايا، هي طالعه نازله معايا. ايه لكن طبعا هي في ناس بتستخدمها وفي ناس لا، يقول لك انا ما اضمنش ان انا اجي اطلب اوردر من السبلاير يقول لي ما عنديش، او الليد تايم يحصل فيه عطله، فناس كتير ما بتحبش تعملها، او ممكن يعملها ويقول لك بس هحط بافر ستوب، هعمل حساب ان الحاجه ممكن تتاخر، او ان انا ممكن يجي لي اوردرات سيلز اكتر، فممكن يحط لنفسه بافر ستوب. ايه تاني؟ رولز الايكونوميك اوردر كوانتيتي، بمعنى ان كل اوردر بطلعه بيكلفني وبيكلف كمان السبلاير، الشخص اللي قاعد الادمن اللي بيطلع الاوردرز، الوقت اللي قاعد بيعمل فيه الاوردرات دي كان ممكن يستغله في حاجه تانية، فانا شغلته فبالتالي هو مش فاضي، فاضطريت اجيب حد كمان يساعده، فده كوست عليا. وعلى السبلاير نفس القصه برضو، فبالتالي انا بعمل حاجه اسمها ايكونوميك اوردر كوانتيتي. او السبلاير يقول لي انا لو مثلا عايزه اطلب منه كميه معينه، يقول لي لا انا المينيمم اوردر كوانتيتي عندي كذا، فانا باجبر ان انا اشتري كميه اكبر من اللي انا عايزاها، لان هو ما عندوش الكميه اللي انا قلت له عليها، او يعني ما يقدرش يطلعها عشان بالنسبه له مش ايكونوميك اوردر كوانتيتي. اوكي، ثالث حاجه البريودك اوردر كوانتيتي، ان انا كل فتره ما بثبتها ابتدي اطلب طلب معين، مثلا هطلب كل كوارتر، ممكن برضو احتياجاتك مش شرط تبقى نفس الاماونت، ممكن كوارتر 1 اكتر من كوارتر 2، كوارتر 3 اقل، وهكذا. دي بسميها بريودك اوردر كوانتيتي، ببتدي اشتغل بالكوارتر. ايه دي اللوت، دي كل الثلاثه دول اسمهم اللوت سايزنج رول. اوكي، اكزامبل كده
لو انا بقى هقول ال gross requirement بتاعتي مثلا في الاسبوع الاول محتاجه 35، السكيدول ريسيت ما كانش فيه لسه حاجه، لكن كان عندي projected on hand 35 داخله الاسبوع، معايا اصلا 35، فبالتالي انا مش هطلب حاجه للاسبوع الاول. اوكي طيب، فبالتالي النت ريكويرمنت في الاسبوع الاول زيرو. لو بصيت على الصف اللي بعدها النت ريكويرمنت في الاسبوع الاول زيرو. طب هبص على الاسبوع الثاني، انا محتاجه جروس ريكويرمنت 30، ما عنديش بروجكتد اون هاند، فيبقى النت ريكويرمنت 30، فهعمل تحتها هي البلاند اوردر ريسيت 30، هطلع اوردر ب 30 وهكذا. الاسبوع اللي بعده الاسبوع الثالث محتاج النت ريكويرمنت 40، فهطلع البلاند اوردر بنفس الكميه 40. اوكي وهنا بيقول لي خلي بالك ان الريليز بتاع كل اوردر قبلها باسبوع عشان في ليد تايم 1 ويك، اللي تحت ظاهره اهي اخر حاجه كلمه اهي ليد تايم ايكوال 1 ويك. وقال لي خلي بالك الهولدنج كوست بتساوي 1 دولار بير ويك كل اسبوع، انا بحتفظ بيه بالخامات اللي عندي في الستور من غير ما استخدمها من غير ما انتجها، هي بتكلفني دولار لكل وحده، يعني ال 35 هتكلفني 35 دولار، ال 40 هتكلفني 40 وهكذا. في حاجه عندي كمان ستيت اب كوست. يعني ايه ستيت اب كوست؟ ان انا كنت بعمل حاجه وسبتها وبقيت اعمل حاجه تانية. الموظف مثلا كان بيعمل حاجه قلت له سيب اللي في ايدك واعمل لي اوردر، انا بسمي ده ستيت اب كوست، حسبتها ان هي ب 100 دولار في المره. اوكي فدي احنا بحساباتنا ما بنيجي نحسب اللوت فور لوت اكزامبل. ايه برضو السلايد اللي بعديه واللي بعديه نفس القصة، تجيب هي نفس القصة نفسها بالظبط. ممكن ايوه هنا بقى هو بيقول لي خلي بالك no on hand inventory is carried through the system، فبالتالي الهولدنج كوست هنا عندي زيرو، وهنا نفس الكلام اللي احنا قلناه بس ابتدى يحسبه ويعمله الكالكوليشن بتاعته. بعدين قال لي هنا there are seven set ups. ليه؟ لان انا طلبت زي ما قلنا في اخر صف تحت عندي 7 اوردرات بتتفتح، اللي هو بلاند اوردر ريليز عندي 30 40 10 40 30 30 55 اخر صف من تحت. فكده انا عندي 7 اوردرات، السيت اب كوست اللي هو الاوردر كوست بتاع كل واحد 100، يبقى انا حسبت ان انا عملت 7 اوردرات كلفتني 700 دولار. اوكي واضحه؟ تمام. السلايد اللي بعدها، طب لو حبيت احسب نفس كده القصه دي بس على الايكونوميك اوردر كوانتيتي، هنا بيقول لي خلي بالك هو نفس المثال بالظبط بنفس الارقام، بس قال لي خلي بالك انا مش هطلب بقى لوت باي لوت، انا هقسمهم هنا زي ما شفنا تحت هنا اخر صف اللي قبل الاخير بلاند اوردر ريليز. هو هنا حسب ان كل فتره بدل ما هطلب 30 في 40 في 10، لا انا هقسمهم على 4 اوردرات متساويين، كل اوردر ب 73 يونت. اوكي كل اوردر 73 يونت، فعملنا ايه؟ عملنا 4 اوردرات بس، فبالتالي لو انا حسبت والهولدنج كوست هنا برضو 1 ويك والست اب كوست 100 دولار للمره، يبقى انا عندي هنا 1 2 3 4 4 اوردرز في 100 بقى 400 في ستيت اب كوست، لكن احتفظت بهولدنج كوست 1 ويك. انا بعمل دلوقتي حاجه اسمها تريد اوف، بحسب لو انا هطلب بالطريقه دي بالايكونوميك اوردر كوانتيتي هتكلفني كام، فلما حسبناها هنا طلعت الايكونوميك اوردر كوانتيتي بتساوي الافريج ويكلي جروس ريكويرمنت بتساوي 27، فالايكونوميك اوردر كوانتيتي حسبناها بقت 73 73 يونت. لو انت بقى حابب تعرف ده هيكلفني قد ايه، انا هنا هيكلفني في السيت اب كوست 400 بلس الدولار لكل ويك من كل اسبوع هحتفظ بيه في الانفنتوري، هيكلفني دولار واحد. هناك احنا حسبناها الطريقه اللي فاتت، حسبنا عملنا سيت اب كوست كانوا 7 مرات كلفوني 700 دولار، فانا بحسب بالطريقه دي وبحسب بالطريقه دي واشوف انهي الاضمن او انهي الاحسن لي، وابتدي الطريقه دي طبعا هتوفر لي اكتر. طب ازاي بحسبها؟ ممكن السلايد اللي بعدها، ازاي احسب الايكونوميك اوردر كوانتيتي؟ بقول الانوال ديماند اللي هو الدي بتساوي
270 اللي هو اللي انا احتجتهم على 10 في 52، 52 دي اللي هي عدد اسابيع السنه، هتساوي 1404. السيت اب كوست دي ثابته عندي، قال لي ان هي ب $100 في المره، اللي هي كل مره هطلع اوردر ب 100. الهولدنج كوست اللي هي قلنا ان هي دولار واحد في الاسبوع، يبقى انا عندي 52 اسبوع في السنه في دولار، فهيبقى عندي 52، فيبقى كده الايكونوميك اوردر كوانتيتي عرفت اجيبها الكميه بتاعتها بقت 73 يونت. يبقى بالطريقه دي، حسبت الطريقه دي اداني اعرف اجيب كام يونت في المره. واضحه؟ في حد عنده اي اسئله؟ اي اسئله؟ تمام، دي نفس اللي احنا قلناه بس بيديني بطريقه ثانيه ازاي احسب التوتال كوست. قال لي التوتال كوست بتساوي السيت اب كوست بلس الهولدنج كوست، اللي هو الديماند على الكوانتيتي مضروبه في الاس، اللي هي الاس دي اللي هي الهولدنج كوست على الكوانتيتي على 2 في اتش. اوكي، فلو حسبتها بالطريقه دي عوضت على الارقام هيطلع لي انها 3798. يبقى كوست ال 10 اسابيع هيساوي 3798. لو ضربتها تاني في 10 اسابيع على الاسبوع اتنين السنه 52 اسبوع هيطلع لي انها 730. هي هي مجرد بس نفس المعادله بس بطريقه تانيه، نفس المثال اللي قلناه نفس الارقام بس عوضها بطريقه تانيه. هو في كذا كذا معادله وكذا طريقه للحساب، طبعا اختاروا اسهلهم، انا شايفه الاولانيه اسهل من دي. طبعا البريودك اوردر periodic order quantity يعني ايه؟ انا ببتدي اشوف ايه الكميه اللي يعني order quantity is set to cover the interval. يعني ايه interval؟ يعني انا دلوقتي كل ما باجي اعمل production ببتدي اشوف الكميه اللي هتكفي لي production بالظبط. يعني لو انا عايزه انتج 10 كراسي اجيب كميه المواد الخام اللي هتكفيني ال 10 كراسي، عايزه اعمل 100 هجيب ال 100 بالظبط. دي بشوفها على ايه؟ بشوف حسب البيريود بتاعتي، انا بشوف كل بيريود بحتاج لها قد ايه. الشهر الشهر ده هنتج كذا، فكل شهر بشهر، شهر شهر دوت هنتج 10، الشهر اللي بعديه هنتج 20، فكل كل وقت من ده هياخد قد ايه، وابتدي احسب له ايكونوميك اوردر كوانتيتي على الافريج ديماند بير بيريود. دي بنسميها البريودك اوردر كوانتيتي. اوكي، طب لو هندي اكزامبل عليها في السلايد اللي بعدها. تمام، هنا قال لي مثلا انا عايز في الاسبوع الاول الجروسري كوانت بتاعتي 35. هو نفس، لو خدتوا بالكم نفس اللي فات بس هيوريني بس احسبها ازاي. انا محتاج 35، ما عنديش سكيدول ريسيت لكن عندي بروجكت اون هاند 35، فبالتالي مش هطلب اي حاجه في الاسبوع الاول، يبقى النت ريكويرمنت في الاسبوع الاول زيرو. اوكي، في الاسبوع الثاني انا محتاج 30، ما عنديش سكيدول ريسيت لكن عندي بروجكت اون هاند زيرو، فالنت ريكويرمنت 30. الاسبوع الثالث 40. هو هنا لو نلاحظ هو خد من الاسبوع الاول للاسبوع العاشر، فعمل هنا ان تقريبا كل 3 اسابيع هيطلب اوردر. فهنا براند اوردر لاول 3 اسابيع قال لي انا هطلب 70، براند اوردر ريسيت 70. الاسبوع الفتره اللي بعدها من الاسبوع الرابع للاسبوع السابع قال لي جمعهم كده انا محتاج 70 و30 فهطلب 80. الفتره اللي بعد كده الاخيره هيطلب 85، يبقى هو جزأهم هنا. طب جاب الارقام دي منين؟ بطريقه المعادله اللي احنا قلناها، ايكونوميك اوردر كوانتيتي كانت بتساوي 73 يونت، نفس اللي احنا طلعناه استحسبناه من شويه. وقال لي الافريج ويكلي جروس ريكويرمنت تقريبا في الاسبوع بحتاج 27، برضو طلعناها من المعادله اللي فاتت. وقال لي البريوتيك اوردر كوانتيتي انترفل بتساوي 73 على ال 27، فمعنى كده ان انا محتاج كل 3 اسابيع هطلب، عشان كده عمل الريليز اوردر كل 3 اسابيع. طلبنا 3 اوردرات بس لو كان كل 3 اسابيع، لان انا كل اللي عندي هنا كان 10 اسابيع. يا رب تكون واضحه. اي اسئله؟ هي معلش المره دي كلها حسابات شويه، ممكن تكون سخيفه شويه وفي الصيام، بس يعني ان شاء الله لو بصيتوا عليها تاني هتبقى اسهل كتير يعني. تمام،
طيب ممكن السلايد اللي بعديها. طب هنا البريودك اوردر كوانتيتي اللي هي لوت سايز اكزامبل هي نفس القصه، قال لي ان عندي هنا انا في المثال ده طلبت 3 اوردرات، يبقى انا عندي 3 سيت ابس اللي هو 3، كان قايل لي ان تكلفه المره الواحده $100، يبقى 3 في 100 يبقى تكلفه $300 للفتره دي. الهولدنج كوست قال لي كل يونت بتساوي $1، انا طلبت عندي 40 زائد 70 زائد 30 زائد 55، اجمعهم واضربهم في دولار بقى كلفت $195. اجمع التوتال كوست ستيت اب بلس الهولدنج كوست اللي هم 300 بلس 195 بقى هنا طلع لي 495. يبقى انا كده عندي 3 طرق لحساب الام ار بي، وكل واحده حسبناها بالمعادله بتاعتها كلفتني قد ايه، فبالتالي اقدر اشوف انهي طريقه هتكون موفره بالنسبه لي. لو رجعتوا تاني على الارقام هتلاقوا ان ادي المره دي البريودك اوردر كوانتيتي قلنا انها 495، الطريقه اللي فاتت اللي هي اوردر كوانتيتي ايكونوميك اوردر كوانتيتي يعني كوست توتال كوست 775. لو رجعنا لاول طريقه اول طريقه خالص كانت كلفتني $700. اوكي يبقى كده انا حسبت بالثلاث طرق وابتدي اعرف انهي طريقه ان يعني اكتر حاجه موفره هي اللي هجو فور ات. اوكي تمام. طيب ان السؤال اللي بعديها هي اللي انا قلته دلوقتي، او اللوت فور لوت كلفتني $700، كل مره هطلب فيها اللوت هيكلفني 700، الايكونوميك اوردر كوانتيتي كلفتني كل مره 730، بريوتك اوردر كوانتيتي هتكلفتني 495. يبقى طبعا اقل حاجه فيها كانت 495. طيب لو هنرجع تاني لو السؤال اللي بعدها بعد اذنك. ايوه هنا رجعنا نتكلم تاني على المثال الاولاني اللي قلنا بننتج الاوسم سبيكر كيت. لو انا بصيت هنا انا عندي الايتم ايه، قال لي الاون هاند بتاعي انا عندي المخزون بتاعي منه 10 ايتمز، كومبوننت بي عندي منه 15، سي 20، دي 10، الاي عندي منه 10، والاف عندي 5، والجي ما عنديش الصوت بتاعي 0. طب هنعمل ايه؟ نشوف اللي بعد كده السلايد اللي هنا بيقول لي بعدي. بعد اللي بعديه بعد اذنك ايوه بيقول لي خلي بالك الليد تايم بتاع كل كومبوننت قد ايه. A 1 week، B 2، C 1، D 1، E 2 weeks، و F 3 weeks، و G 2 weeks. فكده هبتدي احسب كل واحد، انا عرفت كل واحد محتاجه منه كميه قد ايه، وعندي منه قد ايه اون هاند، وعشان اطلب تاني محتاجه وقت قد ايه عشان يوصل لي الليد تايم. هبتدي بقى احسب السلايد اللي بعديها. ايوه انا محتاجين هو نفس المثال اللي كان معانا في الاول، انا محتاجه اجيب 50 اوسم سبيكر من كل واحد ايه الكومبوننت بتاعته عشان نبتدي نحسب. معلش ممكن بقى السلايد اللي بعدها هبتدي اشوف الجدول اللي بعدها هيقول لي هطلبها ازاي. ادي الجدول ده بيقول لي هحتاج ايه، هو قال لي هنا خلي بالك الليد تايم 1 ويك والاون هاند، ادي اول واحد اللوت فور لوت، عندي الليد تايم 1 ويك، عندي 10 اون هاند، سيفت ستوك ما عنديش، الوكيتد ما فيش، لو ليفل كود ما فيش، يبقى ده من ايتم ايه انا عندي منه 10 اون هاند. طب الجروس ريكويرمنت محتاجه 50 في الاسبوع الثامن صح؟ عندي سكيدول ريسيت؟ لا مفيش سكيدول ريسيت. طب عندي بروجكتد اون هاند عندي 10 داخله بيهم هيفضلوا معايا لحد الاخر لان ده انتاجه هيتم في الاسبوع الاخير، فبالتالي هم ال 10 متحملين معايا كل اسبوع فهيتحسب لهم الكوست بتاعهم كل اسبوع. النت ريكويرمنت انا عايزه 50 عندي منهم 10 يبقى هحتاج 40، يبقى البلاند اوردر ريسيت هطلع اوردر بكام؟ ب 40،
هطلعه امتى؟ هو قال لي الليد تايم اسبوع، يبقى هطلعه في الاسبوع السابع عشان يوصل لي في الاسبوع الثامن. ده كده بالنسبه لكومبوننت A. الرول اللي بعدها كومبوننت B، هو قال لي خلي بالك هنا الليد تايم اسبوعين 2 ويكس، الاون هاند عندي منه 15، الجروس ريكويرمنت عايزه 80، لكن ما عنديش سكيدول ريسيت، البروجكتد اون هاند 15 هيبدوا يمشوا معايا لحد الاسبوع السابع. النت ريكويرمنت هبتدي اخصم ال 15 من ال 80، يبقى النت ريكويرمنت بتاعتي محتاجه اشتري 65 واحد. خلي بالي قال لي يبقى الاوردر هيطلع ب 65، الليد تايم 65 سوري اسبوعين، فهطلبه في الاسبوع الخامس عشان يوصل في السابع. اوكي، الرول اللي بعد كده كومبوننت سي، محتاجه انا عندي اون هاند منه معايا في الستوك 20، ومحتاجه الجروس ريكويرمنت 120، ما عنديش سكيدول ريسيت، مفيش اي اوردرات مفتوحه جايه في الطريق، لكن عند ال 20 هيبتدوا يتحركوا معايا، هم معايا انا هكاري الانفنتوري من اول اسبوع لحد الاسبوع السابع، فبالتالي ال 120 هخصم منهم ال 20، يبقى النت ريكويرمنت بتاعي 100، وقال لي هطلع اوردر ب 100، يبقى ان انا هطلع الاوردر الاسبوع اللي قبليه لانه ليد تايم اسبوع، وهكذا. هنبص برضه على السلايد اللي بعديه، بقيه الكومبوننت اي اف دي جي نفس الكلام هيرسى عليهم. ناخد مثلا ايه فور اكزامبل اهو، قال لي الليد تايم عندي اسبوعين، محتاجه منه ايه؟ عندي فلوس ريكويرمنت منه 130 و200 كده، الريسيت مفيش، عندي بروجكتد اون هاند 10 هيفضلوا ماشيين معايا. اوكي، عندي النت ريكويرمنت يبقى 120، 130 ماينس ال 10 يبقى 120، يبقى اطلع الاوردر ب 120. محتاجه اريليز الاوردر امتى؟ قبلها باسبوعين. وقال لي خلي بالك كمان هحتاج في الأسبوع السابع برضو محتاج 200، وما عنديش ولا سكيد ريسيت ساعتها، ولا هيبقى في بروجكتد اون هاند لأن استخدمتهم خلاص في الأسبوع اللي قبله. واضحة؟ فبعدين هطلع أوردر يبقى النت ريكويرمنت هتبقى 200، هطلع أوردر 200 قبلها بأسبوعين، يبقى في الأسبوع السما هو شايفينه راجع لورا، وهكذا بالنسبة لباقي الكومبوننتس. أوكي، هنمشي بقى كده نخلص لحد ما الجدول ما يخلص. واضحة؟ في أي أسئلة؟ طيب هو هنا السلايد اللي بعد كده عايز يشرح لي، يقول لي هو الجدول ده اتعمل ازاي. بيقول لي أول حاجة إن أنا بدأت start with a production schedule for the end item. الـ end item بتاعي قال لي أنا عايز أعمل 50 يونت والدليفري بتاعهم عايزهم في الأسبوع الثامن، يبقى انا ابتديت من الاخر للاول زي ما شفتوا في الجدول ماشيين ازاي. انا بحط النت ريكويرمنت بتاعتي او بحط الاند برودكت بتاعي في الوقت اللي انا عايزاه في اخر حته في الجدول، وابتدي ارجع بظهري لورا. ليه؟ قال لي انا كنت عايز 50 وحده في الاسبوع الثامن، قال لي عشان انا كان عندي اوريدي 10 منهم اون هاند، فيبقى الاكشوالي هو 40، طلبت 40. ليه؟ اللي هم الجروس ماينس الاون هاند، يبقى انا كان عندي انا عايزه 50، عندي منهم 10، يبقى محتاجه بس 40. تاني حاجه قال لي البلاند اوردر ريسيت، يبقى البلاند اوردر انا هم نفسهم انا هطلب 40 من النت ريكويرمنت، ده بيبقى البلاند اوردر ريسيت بطلع منها الاوردر اللي انا عايزاه. اوكي، السلايد اللي بعدها، وكده احنا بنشرح الجدول كنا ماشيين فيه ازاي. ببص على الليد تايم بتاعي، اوكي، عشان الليد تايم سواء كان برودكشن او ليد تايم بيرشيفنج زي ما قلنا. لو انا هبص انا دلوقتي كنت عايز ال 40 ايتم دول او ال 40 يونت يجوا لي في الاسبوع السابع، خلاص؟ وقال لي هنا ده كان ايتم ايه. دخلنا بعد كده النقطه اللي بعد كده، نتكلم على ايتم بي السطر دوت. الجروس ريكويرمنت من ايتم بي عايزه 80 وحده في الاسبوع السابع، لكن كان عندي منهم اوريدي 15 وحده اون هاند، فبالتالي النت ريكويرمنت هم ال 80 ماينس ال 15، فهم 65 يونت عايزاهم في الاسبوع السابع. اوكي، وقال لي خلي بالك ان انت عندك ليد تايم اسبوعين، فبالتالي انا طلبتهم في الاسبوع الخامس عشان يوصلوا لي في الاسبوع السابع. كل ده شرح الجدول اللي احنا اشتغلنا عليه. احنا دلوقتي في السلايد اللي بعد دي اللي بعدها كمان،
تمام. شرحنا دي، ايوه دي دلوقتي هنا برضو كل ده بنكمل شرح الجدول. انا كنت عايزة 65 يونت في الاسبوع السابع، عشان كده طلعت الاوردر في الاسبوع الخامس علشان يوصل لي في السابع. طيب بقى كان قال لي خلي بالك ان انت عندك اون هاند انفنتوري من ايتم بي عندي 15 واحد، اوكي ده هيفضل معايا لحد الاسبوع الثامن، لان انا مش هستغلكم غير لما يجي باقي الكومبوننتس بتاعتهم. انا كنت عايزه 80، انا عندي 15، 15 دول هفضل شايلاهم معايا مترحلين لحد الاسبوع الثامن اما ادخل الانتاج بتاعي. تمام. طيب ده كل ده بقى بنسميه الجروست، جروست ونت كالكوليشن. يعني انا ببتدي اشوف الجروست ايه وعندي قد ايه وعندي اوردرات مفتوحه بقد ايه لحد ما اوصل للنت ريكويرمنت، وعملناهم بكذا طريقه وانتم شفتوهم معايا. تمام. ده كل ده بعمله بقى اسمه الام ار بي بروسيس. طيب احنا كده خلصنا شرح الجدول، شرحنا ازاي بنشتغل، ازاي بنعمل البلان بتاعتنا. هبتدي بس عايزة أوضح فرق بين كذا حاجة لو ندخل على السلايد اللي بعدها. أيوة، في كذا مصطلح كده، مع يعني مهم أوي نعرف الفرق ما بينهم، التاكت تايم والسايكل تايم والليد تايم. ناس كتير أوي بتتلخبط ما بينهم، إيه الفرق بين كل حاجة. التاكت تايم أو تاكتيز زي ما بيقولوا، هو دلوقتي أنا الوقت اللي أنا بدأت أعمل حاجة لحد ما اخلص وبدات اعمل الوحده اللي بعدها. يعني انا كان معايا حاجه بعملها الستارت تايم بتاعها لحد ما وصلت للستارت تايم بتاع الوحده اللي بعدها. يعني لو بنت الكرسي، انا بدات الكرسي ده النهارده الساعه 1، ده الكرسي الاولاني. الكرسي الثاني بداته النهارده برضو الساعه 4 مثلا، يبقى ده التاكت تايم، الفرق ما بين اول وحده بدايتها لبدايه ثاني وحده. ليه ده؟ عشان اميت الكاستمر ديماند، اللي هي برضو كالكوليشن بقول اللي هي عباره عن افيلبل برودكشن تايم، الوقت المتاح ليا في الانتاج. مثلا الوقت الفعلي 8 ساعات مثلا، يبقى وقت اليوم كله 8 ساعات مقسوم على العدد اللي انا عايزه انتج، يبقى 8 ساعات مثلا مقسومين على 100 كرسي او على 50 كرسي، ده بسميه التاك تايم. اوكي. في حاجه تانية بقى اسمها سايكل تايم، اللي هي الوقت اللي محتاجه علشان اكمبليت اي اكتيفيتي. انا بعمل نشاط محتاج عشان اخلصه وقت معين، اللي بيتقال عليه برضو البروسيس تايم، يبقى الوقت من البدايه للنهايه، من ساعه ما بدات لساعه ما انتهيت. الاولاني كان من ساعه ما بدات يونت 1 لحد ما بدات يونت 2، لكن هنا من ساعه ما بدات لحد، لا معلش. اوكي. الليد تايم بقى، الليد تايم مختلفة بقى عن السايكل تايم، برضو هي عبارة عن الوقت من ساعة ما بدأت حاجة لحد ما انتهيتها. بس في هنا حاجة عايزة نوضحها، زي ما قلت مثلا أنا طلعت بيرشز أوردر، من ساعة ما طلعت البيرشز أوردر لحد ما استلمته ده الليد تايم، من ساعة ما نزلت أوردر للإنتاج لحد الأوردر ما خلص ودخل المخازن وبقى جاهز للبيع ده الليد تايم. يعني هي حاجة أنا عملتها في حد تاني هيستلم ورايا يكمل الشغل، هو ده الفرق هنا. أنا عندي lead time، أنا عملت حاجتي خلصتها، لكن في حد مستنيني هياخد مني الحاجة دي هيكمل شغله. زي الإنتاج، أنا أنتجت حاجة خلصت في الإنتاج، ده lead time بتاع الإنتاج. بتاع السيلز مستنيني وانسى إن هي تخلص عشان ياخدها يبيعها. بتاع المشتريات كان عنده برضه lead time، يبقى بتاع الإنتاج كان مستني بتاع المشتريات، وبعد كده بتاع المشتريات جاب له الحاجة سلمها للإنتاج، الإنتاج خلص سلمها للسيلز، فهو ده الليد تايم بتاع كل حاجه فيهم. واضحه ولا في اي حاجه، في اي اسئله؟ طب هي هنا في السلايد اللي بعدها، ممكن السلايد اللي بعدها. ايوه، التاك تايم هنا هي ايكوال التايم بتوين ستارتنج الورك بتاعت اي يونت لحد ستارتنج النكست يونت من نفسها، زي الكورس زي ما قلت، من اول ما بدات انتاج اول كرسي لحد ما بدات انتاج تاني كرسي، من تاني كرسي لتالت كرسي، لان يعني في وقت في النص بيبقى فاضي شويه، ممكن حد يقعد يريح في بريك، في حاجه في مكنه بعملها سيت اب من الاول، فده بسميها تاكس تايم. هي شامله كل حاجه من بدايه لبدايه، مش من بدايه لنهايه، لان يعني من البدايه للنهايه بتبقى الدنيا ماشيه سموس شويه، لكن من بدايه لبدايه هي دي التاكس تايم. السايكل تايم هي ايكوال الافريج تايم تيكس تو فينيش 1 يونت،
عملت يونت واحدة أخدت مني قد إيه؟ أنتجت كرسي واحد من ساعة ما بدأته لحد ما خلصته أخد مني وقت فعلي قد إيه؟ الليد تايم هنا بقى التوتال تايم it takes from receiving an order لحد delivering the order، من ساعة ما طلعت order سواء إنتاج أو مشتريات أو order sales، من ساعة ما حطيت الأوردر لحد ما حصل delivery للأوردر، ده الليد تايم. line balance يعني إيه line balance؟ أنا زي ما إحنا شايفين دي عمال على خطوط إنتاج، كل واحد واقف على الخط بتاعه، أول واحد ده بيخلص شغله في 5 دقايق وحط الإنتاج قدامه، اللي بعديه ده رقم 2 يعمل شغله في 25 دقيقة، فبالتالي الأولاني ده وتخلص شغله بيديه للتاني، والتاني عشان يخلص الشغل اللي اتعمل في 5 دقايق محتاج 25 دقيقة، لأن هما شغالين يعني بيستناه بياخد الحاجة بيكمل شغله. يبقى أول واحد خلص عمل شغله في 5 دقايق وفضل واقف مستني يدي اللي بعده، اللي بعده عايز 25 دقيقة عشان يخلص الشغل التاسك بتاعه، رقم 3 محتاج 15 دقيقة عشان يخلص الشغل اللي رقم 2 عمله، رقم 4 محتاج 10 دقايق. فطبعا هنا مفيش أي بالانس خالص، في الآخر في شغل في حد بيبقى عنده ورك لود، وفي حد بيكون قدامه شغل كتير، وفي حد قاعد فاضي. فده طبعا ويست لكل حاجة، ويست وبيعمل لي مشاكل كتير قوي، والعمال نفسهم مبيكونوش راضيين ولا مبسوطين كناحية مورال، يعني ما فيش عدل يعني unfair. فمهم جدا ان يكون عندي line balance، يعني يكون الخطوط ماشية تقريبا كل واحد ياخد نفس الوقت تقريبا نفس الاماونت بتاع الشغل. هو لو بصينا على السلايد اللي بعدها، انا عندي كذا نوع من البالانس هتكلم عنه. البرودكشن لاين بالانس، انا دلوقتي عندي زي ما وريتكم في الصوره اللي قبلها، عندي خطوط انتاج وناس قاعدين شغالين. طيب هو وارد طبعا ان ما يبقاش متساويين بالظبط، لكن برضو ما يبقاش فيه جاب كبير قوي بين كل واحد والتاني. فانا عندي حاجه اسمها ستاتيك بالانس، دي هنا انا عندي كاباسيتي، بتكلم على الكاباسيتي. لازم يكون عندي كاباسيتي بتاعتي اراعيها في الانتاج، يعني انا ما ينفعش يبقى الكاباسيتي بتاعت المكنه 20 واشغلها على 10 مثلا او على 5، انا المفروض ان انا استخدمها كفول كاباسيتي اشغل الورك ستيشن. لكن لو هيحصل ان هيحصل بوتل نيك ويكوم قدامه حاجات ويجي الراجل اللي بعديه محتاج وقت اطول عشان يعني يقدر اسمها ايه دي يوافي عليه او يعني يقدر يلحقه، فلا في الحاله دي لازم امينيمايز الورك ستيشن الاولانيه، اعمل لها اندر يوتيلايزيشن. يعني لو هي الكباسيتي بتاعته 50 لكن اللي بعديه 20، فلازم اخليه 20 زيه، يعني اقللها علشان ما حصلش عندي بوتل نيك. يبقى اول واحد لو هو كباسيتي بتاعته 50 وهيطلع لي 50 ايتم، لكن اللي بعديه مش هينفع غير 20، فيبقى لا اخلي ده 20 20 20 وهكذا. ايه ليه؟ علشان لازم الورك ستيشن في بالانس ما بين كل خط انتاج والتاني، ما هم على نفس الخط، والماشينز نفسهم والبيبل للناس، لازم الناس تبقى مستريحه ما يحسوش ان في حد اوفرلودد وحد تاني مريح على الاخر. في حاجة برضو اسمها الديناميك بالانس. اوكي هنا برضو بعمل البرودكت ميكس وفي فاريشن في التايم وفي البرودكت ميكس نفسها، يعني انا دايما بقى دايناميك، مش دايما حسب الورك، ممكن شوية اقل شوية ازود، بس بحس في الاخر برضو الناس كلها يحسوا ان في فيرنس بينهم وبين بعض. يبقى ستاتيك بالانس هنا انا خليت الكل يشتغل على 20، لكن في الديناميك انا ممكن تبقى حاجه كشورت تيرم كده ازود على حد شويه صغيرين واقلل من حد شويه صغيرين وهكذا. الليبر برضو زي ما قلت في السؤال اللي بعد كده ان شاء الله، ان الليبر نفسهم لازم ما يبقاش في بينهم وبعض مشاكل وحاسس ان ده احسن مني وده اوحش مني واشمعنى انا. لازم اراعي قوي السكيلز بتاعت الناس والكابابيلتيز كمان بتاعتهم، واخدها في اعتباري دايما. كنتش العامل جاي الشغل ومش مبسوط او حاسس ان هو يعني اوفرلودد وفي زميله مريح طول الوقت، ده شغل بقى المانجمنت. هنا بتيجي ان انا يعني لازم يكون الورك ماشي سموثلي،
لازم برضو العامل ممكن النهارده شغال على لاين 1 اللي هو حاسس ان هو متضايق عليه شغل كتير، ممكن تاني يوم اخليه يشتغل على لاين 2 اللي هو مريح شويه. يعني لازم العامل نفسه ممكن ما بقاش هو قاعد ثابت، بالعكس انا عايزاه كمان يبقى مالتي سكيلز، يعرف يشتغل هنا ويشتغل على ايه ويشتغل على بي ويشتغل على سي كمان. فهو وبيتعمل له الروتيشن مره هنا مره هنا مره هنا، فمش هيحسس مش هيحس ان في ظلم. حتى لو في اوفرلود في الشغل هو لا هو مش معلوش هو شخصيا اوفرلود. دي حاجه. حاجه تانية، الناس كلها دلوقتي راحه ناحيه الاوتوميزيشن، ان واحد بس يبقى عندي عامل واحد بيشغل اللاين كله، هو بيبص على الخط كله من اوله لاخره والدنيا كلها اصلا ماشيه اوتوماتيك، هو مجرد بس اوبزرفيشن لو في اي مشكله حصلت تتدخل يحلها. الايكويبمنت بالانس برضو زي ما قلنا ان كل ايكويبمنت تشتغل بالفول كباسي بتاعها، لكن اخلي بالي ما شغلتش حاجه على الفول كباسي بتاعها وفي الاخر تطلع لي هاي انفنتوري ليفل، وفي الاخر ده طبعا انا عايزه اطلع حاجه تتباع للمستهلك بتاعي. بس احنا كده ان شاء الله خلصنا. لو في حد عنده اي اسئله. هو واضح ان مفيش اي اسئله كده. تمام، كانت فعلا كانت محاضره قيمه جدا وجميله لحضرتك يا دكتور، ربنا وبارك الله يكرمك، في حضرتك يعني، وانا بشكرك بالنيابه عن الجميع يعني. ده كان ده مفيش حاجة. عامة لو حاجة تحط لهم الماتيريالز بحيث ان هما يعني بعد الفطار يبصوا على الأرقام، أنا عارفة الأرقام بتلخبط شوية. هبعت ولو محتاج الماتيريال أي في أسئلة الشات هنا تانية وهبعتها تاني في الجروب ان شاء الله. إن شاء الله. أوكي، شكرا لحضرتك، شكرا لكم جميعا، وصوم طيبين، والسلام عليكم. طيب يا فندم.